في اي توريرت نائب رئيس ولايه اسك الجور. هنا حنا كنوبوا على الساكنه ديال ولايه اسك الجور منطقه المحاميد، نظرا لك انها كتعرض لاضرار متعدده من قبل واحد المقهى اسمها مقهى تغير الاسبوع اللي فات الاسم حيث اصبح مقهى. هذا المقهى كتسبب مجموعه من المشاكل من ناحيه الادخنه المتصاعده، ازعاج الساكنه المحيطه، الاصوات المتعاليه اثناء مباريات كره القدم، الى غيرها من السلوكات اللي كترويج مخدرات الى غيره. وبالتالي حنا ملي تعرضنا لهذا الاضرار فالتجأنا رسلنا الجهات المسؤوله من السيد قائد منطقه اسك الجور، السيد رئيس مجلس مقاطعه المناره باعتباره هو اللي منح الترخيص ديال المقهى، السيد الوالي، السيد العمده، ولكن للاسف ما كانش هناك تدخل حازم من قبل المسؤولين. الشيء اللي انه وضع دابا الساكنه في مواجهه مباشره مع صاحب المقهى. فاحنا من هذا المنبر كنلتجئ للسيد الوالي انه تدخل من اجل انصاف هذه الساكنه، وانه ان الساكنه تنعم واحد الشيء ديال الراحه وشويه ديال لان مقهى في وسط الساكنه مساله غير معقوله. اضافه ما قاله الاخ فكاين هناك كذلك الشجار والخصام اللي تيقام وراء كل مقابله، نهايتهم كل مقابله وتسمعوا الكلام يعني النابي والكلام يعني الساقط تنسمعوا حنا وليداتنا بحكم حنا مجاورين لهذ القهوه. مساله اخرى هو 70 متر كاريه اللي سميتو تبقى فيها عيش 40 وفيها مقهى، فهذا مخالف للقانون ومخالف يعني للتهيئه. فهاد المساله تنشدوا من هذا المنبر كذلك تنعاودوا نكرروا الانشاد ديالنا والمناشده ديالنا السيد الوالي باش يتدخل ويحد لنا من هاد المشاكل اللي تعرفها يعني المنطقه من جراء هاد المقهى المحدثه في الاونه الاخيره. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي يونس، ساكن بتزيان تاع تاسك الجور واحد. انا من الناس الجيران ديال هاد القهوه هادي، يعني الدار شاد تاع الدار، ويعني من الناس المتضررين صراحه بهذا الاذى اللي سلطوا الله تعالى علينا. الاخوان ما عرفتش ماش نقول لكم، القهوه الاضرار ديالها تعرفوها، ولكن هذه عندها خصوصيات بوحدها. علاش؟ لان مولاها دايره خصيصا للماتشات للكره، فبالتالي اشنو تيجي واحد العينه من الناس بعد الكونسوماسيون منقص لهم الكونسوماسيون، ما بغى كاع ما بغيتي تكونسومي تتخلص بحال 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 السينما تتخلص غير داك باش تفرج، تيجي لهم الكراسه ديال الحمام تتولي واحد الضوضاء راه ما كاين ما نقول لكم لا اله الا الله. وليداتنا مفرحه، حنا مفرحه، مكرفسين عانينا مع انا شخصيا تنفكر دابا الرحل. هاد السيد انا جا باش وهضرنا معاه، اتصلنا به وقلنا له الله يستر عليك وكذا كذا، تيقول لكم ديك جري وجهدكم، أنا ما عندي ما نجي لكم جري وجهتكم، نعطيكم القانون شي حاجة. وحنايا اتصلنا بالسلطة وخبرنا الناس وكذا، ولا إله إلا الله. تنتمنى يترفع هذا الضرر، راه مأدينا ومأدي وليداتنا، مكرفس علينا، ما عرفناش بقي ما صراحة ما الحياة تتبان لنا توقفت بالنسبة لي أنايا، واحد تنولي متبع الماتشات، نهار تيكون الماتشات خصني نخرج من الدار ونمشي لشي بلاصة أخرى وما نرجع لداري حتى الوقيتة فاش تقادوا الماتشات. ورغم ذلك تنجي الناس تلقى دراري مقنتين حدا الديور تيكمي هذا خارجين وما بين لا ميطه ولا ميطه ثاني شي يكون هنايا، لا اله الا واحد الضرر ما يمكنش يتخيلوا الانسان. لان السكان كلشي مهجج، كلشي مهجج، الحي كان تينعم بالسكينه وتينعم بالراحه وتينعم بالهدوء، جات تسلط علينا هذا السيد هذا ودار هذاك سميتو حسبنا الله ونعم الوكيل.